اجتمع هو وأبو سفيان وأبو جهل أين؟ عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يصلي بالليل. فمن كثر ما أن القرآن عجيب وملفت وجميل فيأتون يستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلذذون بصوت النبي وبالمعاني الجزيلة والألفاظ الباهرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فيأتون بالليل والناس نائمون يستمعون قراءة النبي، بيوت عربية ومكشوفة، فيستمعون قراءة النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فقدر الله أنه بعد أن انصرفوا تواجهوا، فقال أبو جهل لأبي سفيان: ماذا تفعل؟ قال: أنت ماذا تفعل؟ وأنت يا الأخنس ماذا تفعل؟ قال: أنت ماذا تفعلان؟ اعترفوا كلهم: جئنا نسمع قراءته. قال: طيب لو رأكم السفهاء قريش الآن، لو رأكم العبيد، لو رأتكم النساء، لو رأكم الأطفال، ماذا يقولون عنكم؟ أنتم قادة الحرب على محمد، عندما يرونكم تستمعون إليه سيتبعه الناس. فتعاهدوا على ألا يرجعوا، لكن من الليلة القادمة رجعوا، ما قدروا.